مالكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخير بلادنا ماهوش بإيدنا. قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها ابقى لوم عليا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. مصر يا ام العجائب، شعبك قصير والخصم عايب. مصر يا أم العجايب، شعبك قصير والخصم عايب. خلي بالك من الحبايب، دول أنصار القضية. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. اهلا 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 بيكي، لوم عليكي يا جاد. اهلا بيكي ضيفتنا اللي منورانا، المطربه ايمان عبد الغني، مطربه الاوبرا. مساء الخير يا ايمان. مساء الفل عليكم. ما يقدرش يلوم عليكي يا ايمان، وبعدين بتغني المصري، يعني احنا انشكحنا جدا واحنا قاعدين منورانا. ده الشيخ سيد درويش كمان، هي بدت بحاجه يعني اصل الفن في مصر. اصل الفن الحقيقه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر دايما في خير و وامن وامان. يا رب. يا رب. اللهم امين. ايمان، انت الغنى بالنسبه لك مهنه ولا هوايه؟ لا، هو هوايه من الصغر، ولما كبرت بقت شغلتي اللي بحبها جدا وهوايتي اللي بمارسها طول حياتي يعني. هو لازم بصراحه تمارسيها، ما ينفعش تحرمينا منها بصراحه. طيب قولي لي، انت كنت مشتركه في برنامج لاكتشاف المواهب، احكي لنا بداياتك، يعني كلمينا عنك، احنا لسه في السلطنه بتاعت غناكي. ايوه، فاحنا عايزين نعرف عنك سريعا. لا ومش عايزين نسال كتير عشان نستمتع بالغنى بصراحه. اقول لكم باختصار شديد، يعني انا ابتديت اغني وانا عندي 4 سنين. شاركت في كل مسابقات المدرسة ودايما كنت باخد المركز الأول. التحقت بفرقة الأوبرا المصرية، الفرقة القومية، من سنة 2005. بقالي حوالي 15 سنة في الأوبرا، وده شرف كبير جدا ليا ان انا سوليست في دار الأوبرا. حصلت على جائزة احسن صوت في مهرجان الموسيقى العربية 2017، وشاركت اخر حاجة في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس الموسم الخامس. وصلت، انا فاكره ان كنت من تيم احلام. بالظبط، صح. وصلت للفاينل فيه، والحمد لله يعني بقى عندي ناس كتير بتتابعني. طيب قولي لي، ليه الاغاني الوطنيه القديمه دايما محفوره في الذاكره؟ يعني في اغاني طبعا وطنيه جديده حلوه برضو حافظينها، بس القديمه ليها تاثير وواقع مختلف كده علينا. دايما الاغاني كانت بتوثق احداث، يعني دايما، يعني لما كان حصل القنال كان في اغاني للقنال، السد العالي قلنا هنبني ودينا بني السد العالي، فدايما كل اغنيه لها حدث. صوت شاديه كمان ارتبط معانا باغنيات كتير وطنيه، فدايما لما بنسمع اغاني بنفتكر حاجات معينه، نصر اكتوبر، حاجات كتير. يعني انا بالنسبه لي، انا الكلام كمان فارق، يعني الكلمه واللحن بيفرقوا، انه بيرسخوا مع في الدماغ الحاجات القديمه ولا الجديده. الحقيقه انا طول عمري بغني الاغاني الوطنيه في المناسبات الوطنيه، لكن لما حصل في مصر ثوره وفي فتره من البلد مرت صعبه جدا، لقيت نفسي ان الاغاني اللي طول عمري كنت بغنيها، لقيت دموعي بتنزل وانا بغنيها من تاثري بيها وبكلامها. يعني كنت بغنيها وبحبها، لكن لقيت احساسي اختلف تماما. فاكيد الناس كمان اللي عاشت زمان ايام الثورات والمراحل الصعبه اللي مرت حسوا بكل كلمه فكتبوها بصدق.
طب غني لنا حاجه كده لما نحس معاكي، لان احنا كمان من واحنا داخلين بصراحه تاثرنا جدا جدا باغنيتك الاولانيه. تغني لنا ايه؟ هغني لكم مصر التي في خاطري. اتفضل. يا سلام، انت ناويها بقى تقضي علينا. يلا. مصر التي في خاطري وماني احبها لظلها الظليل. تفتكري الستات بتأدي الاغاني الوطنيه احلى ولا الرجاله؟ يعني اني مؤثر اكتر؟ لا الحقيقه ما اقدرش اقول مين احلى، لان عبد الحليم اثر فينا جدا. وبكانة وام كلثوم نفس الحكايه. لو حاجه تانية مثلا اوبريت الوطن العربي. طبعا كل كوبليه وطني حبيبي. كل حد راجل او ست في كل بصراحه الاوبريت كله اصلا. طب ليه ما بقاش في اوبريتات كده زي زمان؟ بقى فيه وبتنتجها الاذاعه المصريه، بس يمكن احنا محتاجين ان يعني الذوق العام يختلف شويه ونبتدي نلقي الضوء عليها شويه. لكن بالحقيقه فيه، وعملنا حاجات من انتاج الاذاعه المصريه كتير، وعملناها في حفلات الاحتفالات بذكريات كلها لنصر لمصر. مش عايزه تغني لنا حاجه من اوبريت الوطن العربي صحيح؟ ممكن اقول لكم وقت. يلا بينا. وطني يا اغلى وطن في الدنيا، وطني يا العال الحريه، انت الباني مع البني، وانت الهادم للعبوديه، انت الباني مع البني، وانت الهادم للعبوديه، الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي، الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي، يلي ترابك كحل العيني، يلي هواك عطر بيحيني، انت حبيبي يا وطني العربي. الله الله الله، خليكي نعيط. يعني ما يصحش كده. الحاجات دي مترسخه فينا يعني كلنا الحقيقه. يعني افتكرت ايام المدرسه. انا افتكرت ايام المدرسه. ربنا يحفظ وطننا العربي كله. يا وطني حبيبي وطن. لا يعني حبنا دي وطنيه قوي جميله. يعني فعلا فعلا الارض دي ربنا يخليها لنا يا رب، ويحفظ الوطن العربي. امين يا رب العالمين. بمناسبه الوطن العربي، احنا مصر من البلاد المحبوبه قوي من الفنانين العرب. يعني جداً. فنانين وفنانات عرب كتير غنوا لمصر. طبعا كلهم. تفتكري طبعا اكيد عشان مصر هي هوليود الشرق طبعا. وكلهم بيشتهروا منها، واحنا اكيد بنحبهم وبنشكرهم انهم بيغنوا لنا، بس تفتكري ليه دايما الفنانين مهتمين يغنوا لمصر؟ انا شايفه ان مصر هي بوابه دخول اي فنان للفن بالحقيقه. يعني لو فكرنا مثلا، قلنا على سبيل المثال الفنان الكبير كاظم ساهر طبعًا. بدايته كانت من حفلات ليالي التلفزيون في مصر. ده حقيقي. ناس كتير يعني، كل فنان سواء حسين الجسمي ونانسي عجرم، ناس كتير قوي فنانين. الجسمي يعني من الناس الحريصه جدا على الحفلات. ما بيفوت لناش مناسبه طبعا. يا اغلى اسم منه انا طبعا بحبها جدا من الفنانه نجاح سلام. بس حسين الجسمي غناها بمشاعر حلوه لانه صادق في حبه. بحب انكش دايما ليلى، وام نادي على الصعيد. ماشي حقيقي قديم بس حقيقي جديد. ام نادي على الصعيد وابن اخوك البورسعيدي. لا قالت لك الاغاني الوطنيه. قالت لك اغاني الوطنيه بترسخ لما بيكون في حدث بيحصل. ففعلا كنا نازلين للانتخاب بقى كلنا يعني. طيب عايزينك بقى نسمع منك اخر اغنيه نختم بيها. اختاري لنا بقى حاجه ما تعيطيش لولا بيها تاني. طيب هنغني حاجه جميله. هي دايما اغاني مصر بتخلينا كلنا. بقول لك اي اغاني مصر بتعيط ليلى كده. انا بس لما بسافر يومين وبرجع بحس اني عايزه ابوس تراب مش كده. الغربه وحشه ما بقدرش ابعد عنها ابدا يعني. طب يلا اتفضلي. ما شربتش من نيلها مثلا؟ الله عيطينا بقى اتفضلي. بلدنا امانه في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين.
ما شربتش من الها. طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكل؟ ما مشيتش في ضواحيها؟ طيب ما كبرتش فيها؟ ولا لك صورة الرملة كانت عشط في موانيها؟ دور جواك تلقاها، هي الصحبة وهي القلب، عشرة بلد بتبقى نسيانها عالبى المشتل. يمكن ناسي لإنك فيها، مش وحشاك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها ألف الدنيا مفيش بعديها. إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وان جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. دور جواك تلقاها، هي الصحبة وهي القلب، عشرة بلد بتبقى نسيانها عالبى المشتل. يمكن ناسي لإنك فيها، مش وحشاك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها قال في الدنيا مفيش بعديها. ميرسي يا إيمان، ميرسي جدا جدا جدا، نورتينا، وأكيد هنتقابل تاني إن شاء الله. وفعلا في الدنيا مفيش بعديها. كل سنة ومصر بخير والوطن العربي كله بخير. الله طيب أمين يا رب، ومن نصر النصر ومن تقدم لتقدم دايما يا رب. إحنا يا جماعة على الهوا مستنين كل مشاركاتكم وتليفوناتكم على الأرقام اللي ظهرت على الشاشة. هنخرج فاصل سريع ونرجع على طول.